هل تعلم إن الكاكاو كان في بداية ظهوره كان بيستخدم كعملة تجارية وبعد كده طحنوه وأصبحوا بيستخدموه كمشروب لكن نتيجة طعمه المر أضافوا ليه بعض التوابل والفلفل الحار وبعد كده أضافوا ليه الحليب والسكر وصنعوا منه الشوكولاتة فلو عايزين تعرفوا فوائد وأضرار الكاكاو تابعوني بعد الفاصل السلام عليكم معكم الصيدلي حازم منير ورسالة جديدة من أجل توعية المرضى والأصحاء ومعدنا اليوم مع الحلقة رقم 40 من سلسلة حلقات فوايد الطعام وأضراره وحنتكلم عن فوايد وأضرار الكاكاو بداية الكاكاو مش بيتشرب فقط الكاكاو ممكن يترش كبودرة خام على الموز والفواكه الكاكاو ممكن تحصل عليه من خلال تناول الشوكولاتة الغامقة وأنا شخصيا بفضله كبودرة خام عشان نحافظ على فوايده الطبية الحقيقة الكاكاو ليه عشر فوائد طبية وأول فايدة هي إنه غني بمواد الفلافينويد والبوليفينول والمواد دي ليها مفعول قوي كمضاد للأكسدة ومسؤولة عن جزء كبير من فوائده اتنين بيساعد في تقليل ضغط الدم المرتفع فبودرة الكاكاو أو الشوكولاتة الغامقة اللي بتحتوي على 70% أو أكتر من الكاكاو لها مفعول على تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لأنهم بيحسنوا من مستوى أكسيد النيتريك في الدم وبالتالي ده هيساعد على توسيع الأوعية الدموية ولو نتذكر الحلقة اللي فاتت اللي كانت بعنوان 15 طريقة لعلاج ضغط الدم المرتفع ذكرت فيها النقطة دي بالتفصيل تلاتة تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية وده مش بسبب إنه بيوسع الأوعية الدموية وبيقلل الضغط فقط ولكن ده بسبب إن ليه مفعول جيد على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم وبيقلل الالتهابات في الجسم أربعة تحسين وظائف المخ أو الدماغ فمواد البوليفينول اللي في الكاكاو بتحسن الدورة الدموية للمخ وبعض الأبحاث بتشير إلى أنه ممكن يساعد في الحماية من مرض الزهايمر ومرض باركنسون ولكن الأبحاث دي غير أكيدة حتى الآن خمسة الكاكاو مش مفيد بس للمخ ولكن مفيد أيضا في تحسين المود والمزاج وبيقلل من أعراض الاكتئاب فالكاكاو غني بمواد التريبتوفان اللي هتتحول داخل الجسم إلى هرمون السيروتونين اللي احنا بنسميه هرمون السعادة لذلك بنلاقي بعض الناس تقولك لما بيبقى مزاجي وحش بحب أكل شوكولاتة أو أشرب كاكاو وعموما أنا عملت حلقة قبل كده عن الأطعمة اللي ممكن تحسن المود والمزاج ستة مفيد لمرضى السكر النوع الثاني وده بسبب ان الكاكاو بيبطئ من عملية هضم الكربوهيدرات وبالتالي هيقلل من امتصاص السكر في الدم وكمان الكاكاو بيحسن من حساسية مستقبلات الانسولين ومع ذلك احيانا بيحذروا مرضى السكر من الكاكاو لان للأسف معظم الكاكاو اللي موجود في السوق بيخلطوه بسكر وبالتالي بدل ما يحافظ على مستوى السكر في الدم ممكن يرفعه سبعة الحفاظ على ثبات الوزن كان ممكن اكتب اسم الفايدة انه بيساعد على انقاص الوزن وده شيء كان هيفرحكم اكتر والحقيقة بعض الابحاث بتقول ان ليه المفعول ده فعلا لانه بيساعد على سد الشهية واعطاء الشعور بالامتلاء وحرق الدهون ولكن في ابحاث اخرى وجدوا فيها ان ممكن يحصل زيادة في الوزن خصوصا ان الناس بتحط على الكاكاو سكر وحليب فلذلك فضلت اقول انه بيحافظ على ثبات الوزن 8 مواد الفلافينويدز اللي موجوده في الخضار والفاكهه والشاي والقهوه موجوده ايضا في الكاكاو والمواد دي اتوجدوا ان ليها مفعول حمايه تجاه بعض الامراض السرطانيه بالاخص سرطان البروستاتا وسرطان الثدي والقولون تسعة طعام مفيد لمرضى الأزمات الربوية فالكاكاو غني بمادة الثيوبرومين ومادة الثيوفيلين وكلنا نعلم أن الثيوفيلين بيستخدم لتوسيع الشعب الهوائية لذلك في منه كبسولات في السوق بتستخدم لهذا الغرض ولكن تحت إشراف الطبيب عشرة مفيد لصحة الجلد فالكاكاو عملوا منه زبدة الكاكاو وأصبحوا بيستخدموها في ترطيب الشفة وترطيب الجلد فمثلا الحوامل بيدهنوا من زبدة الكاكاو عشان يقللوا من علامات الاسترتش مارك او ما يعرف باسم التمدد الجلدي ودي علامات بتحصل اثناء الحمل او اثناء نزول الوزن كده انا ذكرت اهم عشر فوائد طبية للكاكاو تعالوا نشوف اضراره وان كان الاصح اسميها عيوبه لان الكاكاو ملوش اضرار خطيرة رقم واحد عدم فاعليته في الكثير من الفوائد المذكورة ليه بس يا دكتور هتزعلنا ليه هقول لكم انا احب اكون صادق وامين معاكم احنا قلنا ان معظم فوائده بتكون بسبب مواد الفلافينويدز والبوليفين والحقيقة ان الكاكاو الخام مفيد بالفعل لكن للاسف معظم الشركات المنتجة للكاكاو بتخلطه بمواد معينة اثناء عملية التصنيع لتقليل مرارته والمواد دي بالاضافة الى الحرارة بتخليه يفقد 60% من مواد الفلافينويد والبوليفينول اتنين الكاكاو بيحتوي على كافيين وبالتالي ممكن تشعر بالأعراض الجانبية للكافيين زي مثلا الأرق وقلة النوم وكثرة التبول وخلافه لكن الأعراض دي مش بتظهر قوي لأن الكاكاو مش بيحتوي على كمية عالية من الكافيين ولكن ممكن تظهر في حالة أنك بتاخد الكافيين من مصادر أخرى زي الشاي والقهوة والكولا وأنا سبق قبل كده عملت حلقتين عن فوائد وأضرار الشاي والقهوة. ثلاثة بعض الأشخاص اشتكوا من الإمساك عند الإكثار من تناول الكاكاو أربعة بعض الأشخاص بيعانوا من حساسية تجاه الكاكاو، وفي الاغلب بتكون الحساسية دي عبارة عن احمرار في الجلد. الكاكاو مفيد بس مفيد لو هو خام بدون ما يتم عمل اي عمليات صناعيه عليه وزمان كان اللي بيشرب الكاكاو الاغنياء فقط نتيجه ان سعره كان مرتفع جدا لكن دلوقتي اصبح سعره نوعا ما معقول لو الحلقه عجبتكم شاركوها ودعموا المحتوى الجيد واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس كان معكم الصيدلي حازم منير القاكم على خير يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته